يصادف اليوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي شكل فرصة لتهنئة المرأة الكويتية نيابيا وحكوميا بما حققته من تقدم وإنجاز في كافة المجالات. وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن أملها بتقلد المرأة الكويتية المزيد من المناصب العليا لتثبت كفاءتها في مختلف المجالات، وأن تكون خير مثال لكل نساء العالم. مجلس الأمة يضع قضايا المرأة على سلم أولوياته التشريعية، وذلك لاستكمال العديد من جوانب النقص المتعلقة بحقوق المرأة على كافة الأصعدة والميادين. فحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في عام 2005 لم تكن إلا محطة انطلاق لاستكمال كافة حقوقها. من مجلس الأمة ومن موقع في مجلس الأمة أحيي كل نساء العالم ونساء الكويتيات وحتى جميع الأمهات في هذا اليوم، يوم المرأة العالمي. الحمد لله المرأة الكويتية وصلت من سواء في متقلدة مناصب عليا في الدولة أو حتى في قبة البرلمان أو كدكاترة، كأطباء، كمهندسات، وكذلك كربات بيوت. أنا أحيي فيهم لأنهم هم أساس المجتمع اللي هي تربية الأبناء. لا شك أن هذا الاحتفال بهذا التحديد لم يأتي من فراغ. أعتقد المرأة ناضلت وجاهدت وسعت كثيرا إلى أن حققت ما كانت تتمناه. نواب مجلس الأمة أشادوا بنضال المرأة الكويتية التي أثبتت نفسها في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومؤكدين دعمهم لحقوقها ومشددين على ضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات وإقرار القوانين التي تحافظ على حقوقها. طبعاً نهنئ المرأة الكويتية، لأن هذه المرأة اللي ناضلت من أجل حقوقها السياسية وناضلت مشان الحقوق الباجي، وإحنا معاهم إن شاء الله وبنناضل معاهم، يستاهلون الناضل معاهم ونهنيهم بهذا اليوم العالمي. قدمنا بعض الاقتراحات وبعض القوانين، ما زلنا نتابع قضايا المرأة، نتمنى أن نحقق جزء من طموحها لأنها تستحق الكثير. المرأة الكويتية هي الشريك الأساسي والفعال في ميادين التنمية والعمل السياسي والحقوقي، وعلى الرغم من حصولها على حقوقها السياسية إلا أن الطريق ما زال طويلاً.